يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الاحتجاج بالحديث الضعيف وما حكم العمل به؟ احتجاج به لا، لا يحتج به، أما العمل به يستأنس به فلا بأس، أما الاحتجاج به على أنه دليل لا، ولا يبنى عليه حكم، لا تحليل ولا تحريم ولا إيجاب ولا، لكن يعمل به في الطاعات والعبادات، يستأنس به بشرط أن تكون هذه العبادة ثابتة بدليل غيره، دليل صحيح.